أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا أو بدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن الحكم بما أنزل الله الذي ختمت به الآية التي نزلت في التوراة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وخلصنا في آخر الحلقة إلى أن الكفر بمستوياته المختلفة من إنكار وجود الله، بعض الكفار ينكر وجود الله ولكن في قرارة نفسه يعتقد بوجود خالق، ما يستطيع أحد أن ينكره، قلبه متيقن. بدليل القصة السريعة، كنا في طائرة متوجهين من القاهرة إلى دمشق من فوق البحر الأبيض المتوسط، الطائرة تسير فوق الغيوم والقمر بازغ والمنظر جميل، وقدم لنا طعام عشاء نصف دجاجة أو ربع، يعني شيء من هذا. كان الذي بجوار جواري يقول لجاره: ما في الله؟ قل له أعوذ بالله يا أخي. اسكت، هذا لا سمعته من دنتك، ما في الله يا الله، ما في الله. قل له يا أخي هذا كفر. إنه بلا كفر بلا شيء، ما في الله. نحن في هذه الحال هوت الطائرة، ليست مطبات هوائية تنزل لها شيء يعني شبر شبرين متر، هوت قال الجميع بأنه قاعة في البحر، يمكن نزلت 50 متر 70 متر 100 متر، الله أعلم. فصاح الجميع: يا الله. وكان من بين من يقول يا الله هذا الذي كان يقول ما في الله، صار الصوت صار أعلى من الجميع، وقف على رجليه يقول يا الله. ما صاح للمضيفة ولا نادى الطيار، لأنه بيعرف الطيار ما بيطلع بيده شيء، الله سبحانه وتعالى هو المؤف الطائرة، فهو يقر بوجود الله. ولكن تقولون لما ينكر وجود الله؟ حتى ما تقول له يا أخي الله اللي خلقك، اسمع بك يعرف أحسن من مصلحتك، يعرف مصلحتك، أطيعه؟ ما بدي أطيعه، فأقول لك ما في الله، سكر عليك الطريق. إذن في من ينكر وجود الله، وفي من يقر بوجود الله ولكن لا يريد أن يطبق شريعة الله، وهم أنواع مختلفة. لا يريد أن يطبق شريعة الله لا على نفسي ولا على المجتمع، أو لا يريد أن يطبق شريعة الله فيحتج بأنه هذا إسلام سياسي ومبدأ إسلام سياسي، طيب بترك الإسلام كله مشان إسلام سياسي. يعني المهم لا يريد أن يطبق شرع الله لأنه لا يريد أن يطيع الله، قلبه يكره شريعة الله فيرفضها، ذلك بأنه كره ما أنزل الله فأحبط أعماله. فكل هذه الأصناف المختلفة في الكفر لا تريد تطبيق شريعة الله في أرضه. أما إذا وقع المؤمن تحت ضغوط نفسية أو اجتماعية وكان في وضع ضعف نفسي فوقع في معصية، هذه المعصية كبيرة أو صغيرة أيا كان، إذا وقع في معصية وهو يعلم ويقر أن هذا العمل حرام ولكن زلت قدمه ما استطاع يضبط أعصابه فوقع في شرب الخمر أو وقع في الزنا أو إلى آخره، نسأل الله العافية، حتى في الكبائر وعلم أنه حرام وأراد أن لا يفعل، فهذا العمل أو هذا الذنب يعتبر معصية تجعله على هاوية الكفر وليس كفرا، لا يكفر. ولو ارتكب الذنب كبير وهو يعلم أن الله حرمه وينبغي أن يطيع الله ولكن ما استطاع أن يملك نفسه فوقع، فهذا لا يكفر ولكنه يكون على هوية الكفر، لأنه إذا كان كثرة المعاصي واستمرأها الإنسان يطيع شيطان الإنس والجن ويترك طاعة الله ولا يدري. ولذلك قال علماؤنا: المعاصي بريد الكفر، يعني المعاصي عندما لا يتوب صاحبها ويرجع إلى الله وتتجدد وتستمر توصله إلى الكفر والعياذ بالله تعالى وعدم تطبيق شرع الله. الآية التي بين أيدينا اليوم هي تتمة
لما حدثنا الله تبارك وتعالى فيه عن اليهود، عن بني إسرائيل الذين أمرهم الله أن يطبقوا أمر الله وأن يطيعه في كتابه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خاتمة الآية عامة لبني إسرائيل ولكل المجتمعات البشرية الذين جاءوا بعد بني إسرائيل من النصارى أو من المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا بعض التفصيلات، لأن الأديان السماوية فيها أشياء ثابتة لا تتغير، يجي نبي جديد لا ينسخ شيء منها. ماذا ينسخ من الأحكام؟ ينسخ من الأحكام ما لا يصلح لهذا المجتمع الذي يريد الله تبارك وتعالى بناءه على أسس معينة. فالمجتمعات تختلف، في مجتمعات صغيرة، في مجتمعات أكبر، في مجتمعات إنسانية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية جميعا. فهناك أشياء ثابتة لا تتغير، الصدق في كل الديانة السماوية هو الأصل، والكذب حرام. أيضا بعض التفاصيل في بعض الأحكام في الجنايات والعقوبات أيضا في أمور لا تتغير. على سبيل المثال، مثلا أهداف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها تهدف إلى حفظ الضروريات الخمس، في أشياء خمسة ضرورية للإنسان لا يعتبر أخذا إنسانيته وكرامته إذا فقد شيئا منها، وهي حفظ الدين. إذا لم يكن له حرية في أن يدين لله تبارك وتعالى فهذا ليس بإنسان. حفظ الدين، حفظ النفس، ما حد يعتدي على نفسه بالقتل، حفظ ولا بالجرح، حفظ المال، المال عصب الاقتصاد. لا يمكن أن تبني مجتمعا جيدا يعيش في سعادة إذا كان اقتصاده منهار. ولذلك اليهود سلطوا أذنابهم ليخربوا اقتصاد المجتمعات الإسلامية ويدمروا بنيتها التحتية، فإن فعلوا هذا فقد فعلوا شيئا لا تستطيع أن تفعله إسرائيل ولا اليهود ولا أمريكا. هل انتبهتم إلى ما يفعل هؤلاء الطغاة في المجتمعات الإسلامية؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض أو حفظ النسل. إذا كان هناك اختلاط بالأنساب من الزنا أو انتشار الفاحشة فلا تعرف أنساب الأشخاص فيتفسخ المجتمع، ويضاف إلى ذلك تنتشر فيه الأمراض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فشت الفاحشة أي الزنا في قوم إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. كل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنا بعتبره إذا فهمناه معجزة تدل على أنه ينطق من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من عرف محمدا صلى الله عليه وسلم أن الزنا والاتصالات الجنسية غير صحيحة تسبب أمراض، تتطور هذه الأمراض حتى الميكروبات تقاوم الأدوية فيستعصي أمرها ويصل الإنسان إلى حد يعني لا مناعة عنده، سموه مرض نقص المناعة أو الإيدز أو ما أدري، أنتم تعرفون أكثر مني. البشرية اليوم تعرف هذا ولا تترك الزنا، مع أن الديانات السماوية كلها حرمت الزنا. فالاعتداء بالزنا على الأعراض يسبب ضياع النسل أو ضعفه أو تفشي الأمراض وتفسخ المجتمع. فحفظ الأعراض هذا شيء أساسي. وأخيرا حفظ العقل، ولذلك حرم الإسلام المشروبات الروحية الكحولية، بسموها روحية بكل أنواعها، لأنها تسيطر على العقل وتجعل الإنسان بلا عقل. قد يظن من يحتسي الخمرة بأنواعها أنه يعيش سعيد لأنه ما عاد ضيع عقله، ما عاد يفهم شيء. طبعا كانوا قديما يقولون لنا نكب عن العلم لا ترمه، يعني لا تعلم خليك جاهل لأنه عقلك بصير قاصر، نكب عن العلم لا ترمه ومن إلى الجهل ميل هائم، وعش حمارا تعش سعيدا. فالعيش في طالع البهائم، اللي ما في عنده عقل خربت الدنيا، إيه يعني إيشو ما فهم شيء، خربت الدنيا مبسوط عايش مثل الحمار، أكله شربه مرعى.
أما الإنسان العاقل يهمه أمره وأمر من معه وأمر من إلى آخره. فالحفاظ على العقل شيء أساسي من أساسيات الأديان السماوية. حفاظ على العقل من المخدرات والكذا، وأيضا من المخدرات المعنوية النفسية، الأمراض، الأفكار. ألا تسمعون العامة يقولون كلمتين في الأذن سحر؟ ونحن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عنه أنه قال إن من البيان لسحرا. الآن وسائل الإعلام بكذبها تسحر الناس، ولكن تسحر الناس من من الناس؟ الجاهل الذي لا يفقه الدين ولا يفقه لا إله إلا الله. أما الذي يفقه لا إله إلا الله لا يمكن أن يترك طاعة الله وينقاد لما تقوله وسائل الإعلام، فهي تسبح بحمد فلان أو فلان من العسكريين أو الدكتاتوريين. إذن إخواني نعود إلى الفكرة الأصلية، إن الديانات السماوية أنزلت من أجل أن تحرر الإنسان من تسلط الإنسان، تسلط الإنسان أي إنسان كان بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تسلط شهوات الإنسان على نفسه. يتابع الله تبارك وتعالى في الآية التي بين أيدينا بيان شيء من النظام الرباني للمجتمع الإسرائيلي قديما، وأقره الله لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يقرع الله اليهود لماذا؟ لأنه يوبخهم لأنهم انحرفوا وخالفوا أحكام الله عمدا وعنادا. فمن أحكام الله هذه الأحكام، فهل ينفذونها؟ لا. والوقائع التي والأحاديث التي ذكرت في معرض نزول هذا النص أو هذه الآية تبين أن الآية توبخ بني إسرائيل لأنهم لا يحتكمون لشرع الله. هناك تشريع، أحكام ربانية أمرهم أن يقيموها فلا يقيمونها. كانت بنو النضير يعتبرون من أعالي اليهود أو من أكابرهم. فالنضري يقاد من القرظي، كان لبني النضير شرف، تؤدى لهم الدية كاملة. إذا واحد من بني قريظة قتل واحد من بني النضير ولو خطأ عليه أن يدفع له دية كاملة. إذا واحد من بني النضير قتل واحد من بني قريظة ولو خطأ يدفع نصف الدية. إذا واحد من بني النضير قتل واحد من بني قريظة ولو عمدا لا يقتل به، لا يقاد يعني لا يقتل به، يدفع له نصف دية وخلاص. أما العكس، إذا واحد من بني قريظة قتل واحد من بني النضير يقتل به. إذن يا إخواني ما في مساواة بالإنسانية أمام شرع الله وحكمه، لا معنى ذلك لا يطبقون شرع الله. وهذا موجود أيضا عند بعض في بعض المجتمعات، رأيتهم أنا في بعض المجتمعات التي تدعي الإسلام وأن تتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمير قتل واحد بجيبوا أولياء الأمور تتنازل ولا لا؟ تتنازل غصبا عن رأسه ولا يمس الأمير شيئا. في مجتمعات غير الإسلامية موجود هذا، بعض أكابر مجرميها بيرتكبوا أفظع الجرائم والناس تكاد تسور عليهم، فماذا يفعلون؟ موجود الحل في التوراة المحرفة، بيقبضوا على هذا الشخص، بيحاكموه، بيحكموه بالإعدام، ولكن مع الحكم مع وقف التنفيذ، معدم هذا الشخص بس ما بنفسه، يمتص رقبة الناس. هذا الكلام موجود في التوراة، تلاحظون أصابع اليهود في المجتمعات النصرانية كلها في بلاد أمريكا وفي أوروبا. هذا كله ليس احتكاما لما أنزل الله، فربنا سبحانه وتعالى يقرعهم على هذا. كانوا إذا رجع زنى الزاني في بداية الأمر كما صرح أحبارهم، أي واحد زنى يعاقب، ولكن تفشى الزنا في كبرائهم زعماء الأحبار وكذا كلهم،
طيب كيف يرجمونه؟ لا، فأحبارهم وعلماءهم حرفوا شوية صغيرة، طالعوا استبدلوا الرجم للزاني، الزاني المتزوج حكمه مثل عنا في الإسلام. عندما زنى رجل وامرأة من اليهود احتكموا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالتوراة، أنتم ما لكم مجبرين أن تحتكموا إلى شريعتي، هاتوا شريعتكم، حتى ما يقولوا والله هو فرض نفسه علينا. يعني عندنا في ديننا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولكن في الأمور التي موجودة في دينه انحرفوا لا من ننفذها. جابوا التوراة فوضع أحدهم يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الزاني عندكم المحصن؟ قالوا نحممه أو نركبه على حمار بشكل معكوس، حمموه يعني بسودوا له أجه هو والزانية ويطوفون به بين الناس. شوف هذا السخافة، هي عقوبة اللي هي دعاية للزانية مشان يعرفوه حتى يصيروا مزبوناته. فقال أحد الصحابة لهذا الذي يضع يده على آية الزنا ارفع يدك يا عدو الله، شيل يدك عن التوراة، فرفع يده فظهرت آية الرجم تتلألأ يعني واضحة، فرجم الرسول صلى الله عليه وسلم الزاني والزانية. هذا ما يبينه الله سبحانه وتعالى أنهم لا يحتكمون إلى شريعة الله. وفي هذا ليش يقصه الله علينا؟ ليعطينا درسا نحن المسلمين أن نحتكم إلى شرع الله، ليس فقط أن نطالب الحكام أن يحكمون في شرع الله، أن نطالب أنفسنا نحن في أن نحتكم لشرع الله. إذا حنا أذنب يرجع إلى الله، إذا تجاوز حدوده مع غيره يطلب منه أن يسمحه أو يعيد الحق إلى صاحبه. فعندما نكون مسلمين عند ذلك نطالب المجموع بأن يحتكموا بحكم شرعي رباني. فربنا يقول وكتبنا عليهم أي على بني إسرائيل أن فيها في التوراة أن النفس بالنفس، القاتل يقتل، يقتل قودا يعني يقاد للقتل لأنه قتل. قد يقول قائل ما ذكره لي أحد الطلاب عندما كنت من 50 سنة أدرس في ثانوية المأمون، قال لي يا أستاذ إن قتل واحد نقتل واحد تاني. قلت له لا، كيف ما بصير، ينبغي أن نتركه حتى يقتلك أنت ويقتل ابنك ويقتل أخوك وبعدين نشوف ندرس الموضوع، يعني ما عجبنا حكم الله. سكت، قلت هذا قاتل إن لم يقتل يتجرأ غيره على القتل، فنحن عندما نقتله لأنه قتل ما عم نقص واحد المجتمع، عم نخلص المجتمع من عينة فاسدة تفسد المجتمع وتخربه. ولذلك قال تعالى في آية أخرى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، الذي يعتدي على النفس ويقتل عندما يعلم أن النتيجة سيقتل هو يحافظ على نفس غيره كما يحافظ على نفسه، لأنه بحب ما حدا يقتله، إذا بحب ما حدا يقتله ويعلم أنه إن قتل قتل يرتدع، وأيضا إن جرح قلع عين واحد خلى بعين وحده ما من له معلش بسيطة، ما هي بسيطة تقلع عينه، إلا إذا المصاب عفا ورضي بالدية. إذن القصاص فيه حياة المجتمع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول. فربنا يقول كتبنا على بني إسرائيل في التوراة النفس بالنفس، الذي يقتل يقتل، الذي يقتل يقتل، العين بالعين، واحد فقع عين شخص نفقع عينه، والأنف بالأنف، جدع أنفه قطع لأنفه فنقطع أنف الجاني، والأذن بالأذن شرم له أذنه ألعى بسكين أو بشد أو بأي سبب كان نقلع أذنه مثل ما فعل يفعل به، والسن بالسن كسر له السن من الداخل من خارج مثل نفس السن اللي كسره لذاك يكسر ويقلع سنه، والجروح قصاص، أي جرح واحد بيجرح واحد منجيب خبير من الأطباء بقيس الجرح طوله وعرضه وعمقه ومكانه فيجرحه بمثل ذلك، إذا تعذر أن يجرح وخشي أن ينتشر المرض إلى غير أكثر من الجرح يصير عندئذ
تنقلب العقوبة من الجرح إلى الأرش. الأرش يعني مثل هذه الجريمة كم يقدر لها من المال لصالح المجني عليه حتى يشفى، مداواته وإعطاؤه تعويض إلى آخره. هذا ما أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول سبحانه وتعالى: فمن تصدق به، تصدق بالعقوبة المفروضة، يعني سامح الجاني ورضي بالمال، أسقط حقه في القتل، أولياء المقتول أسقطوا حقهم في القتل فيأخذون الدية، مو بسقط حقه النهائية ولا مع السلامة، إلا إذا ردوا هنا كمان سامحوا بالدية يصطفلوا. من سمح أن قلعت عينه فسمح عن الجانب أن لا تقلع عينه، ولكن يعطى نصف دية الإنسان لأن العين متكرر نصف دية فيها. فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني كفارة لذنوبه عندما يسامح الجاني. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إذا لم يحكم بهذه الأحكام الربانية سيحدث ظلم في المجتمع وتسلط من أشخاص على أشخاص. ولذلك هنا ما ختم مثل الآية السابقة فأولئك هم الكافرون، تفصيلات الشريعة إذا لم تطبق سيكون هناك ظلم، يظلم الإنسان المحرف عن شرع الله نفسه ويظلم غيره ويظلم مجتمعه، وسيعذب في الآخرة على أنه خارج عن حدود الله، عن كتاب الله ودينه، لأنه لم يطبق أمر الله تبارك وتعالى، فهو ظالم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم طبعا أنا ذكرت لكم يمكن سابقا أن الفقهاء والأصوليون قالوا شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا قصه الله ورسوله علينا. القرآن مهيمن على الديانات السماوية قبله ويصدقها، فإذا قص الله علينا زيئا من بني إسرائيل عن بني إسرائيل وتبين أن ما في كتبهم غير هذا فهم حرفوه، بيّن القرآن هذا كذب. مثل القرآن بيّن أن داود عليه الصلاة والسلام نبي أرسله الله، وسليمان نبي أرسله الله من أنبياء بني إسرائيل، أما هم ماذا يقولون؟ يقولون ملك، ويزعمون أن داود زنى بكنته وهي زوجة سليمان، وأشياء وقصاصية يندى لها الجبين. سألت والدي مرة لماذا يلصقون بأنبيائهم كل هذه الجرائم التي لا يرتكبوها الجهل وعامة الناس؟ قال يرسقون بهذه الجرائم من أجل أنهم مهما فعلوا من الجرائم لا يصلون إلى الجرائم التي يعملها أنبياؤهم في زعمهم، يعني والعياذ بالله تعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أي الخارجون عن شرع الله. فإذا قص الله علينا أن القصاص في النفس والقصاص في الجروح والقصاص في العين وفي الأذن وكذا فيما يكون قصاصه، قصه علينا ولم ينكره، فهو شريعة لنا يجب أن نعمل بها في ديننا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ظلموا أنفسهم وظلموا مجتمعهم، وحصل في هذا المجتمع التسلط والظلم والفوضى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لإقامة حد بأرض خير من مطر 40. ولكن لا كما يظن بعض الجهلة لقيم الحدود هو لسه خاضع لسلطان الكفر ينفذ فيه القتل والبراميل المتفجرة والطيران والكذا، ويساوي حكم الله. إيه حكم الله؟ لا تحرر حكم الشيطان. ثم بعد ذلك ابدأ بتحكيم حكم الله على نفسك بينك وبين الله وبينك وبين من تعرفه، حتى إذا تخلصت من الطاغوت عند ذلك تجتمع أنت وبقية الشعب على أن تطيعوا الله وأن تحكموا عليكم شرع الله جميعا، والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟
مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.